أسعد الله صباحكم بكل الخير. موجز الأخبار. يختتم مؤتمر إفريقيا 2017 فعالياته اليوم بشرم الشيخ. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك في عدد من الجلسات خلال فعاليات الأمس، كان آخرها مشاركته بمائدة مستديرة حول فرص الاستثمار في مصر، حيث أكد أنه تم إنجاز جزء كبير من إصلاح البنية التشريعية المناسبة لجذب المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك جهدا مبذولا خلال السنوات الأربع الماضية في إطار إعداد بنية أساسية متطورة. يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا اليوم على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة سبل تنسيق المواقف العربية على خلفية الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كذلك التحركات الواجبة إزاء هذا التغيير الذي يمس مكانة القدس ووضعها القانونية والتاريخية. جددت مصر استنكارها القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن أعلن سفير عمرو أبو العطا رفض مصر كل الآثار المترتبة على هذا القرار، مؤكدا أن القرار الأمريكي ليس له أثر على الوضع القانوني لمدينة القدس كونها مدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يجوز قانونا القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن العدوان الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة 1114، وذكرت الوزارة في بيان لها أن إصابات الضفة والقدس بلغت 935، في حين بلغت إصابة غزة 179. في أمان الله.